فانا بديله هنا مقرر يسنده في الحياه، يعني لو انا عندي سيلبر زي ده فهظبطه يعني شويه. فانا خلصت. طب انا عايز ايه بقى؟ عايز ايه المخرج بتاعي؟ انا عايز قائمه المحتويات دي تجيلي في الوورد عشان احطها في كتابي. هو انا لسه هكتبها تاني؟ ده انا تعبت لحد ما صممتها قائمه المحتويات دي. فانا باجي عند فايل بقول له هنا شير، ومن الشير انا عايز الاوت لاين، اكسبورت اوت لاين. فانا باكسبورت الاوت لاين مفيش مشكله. فبيقول لك الاوت لاين هاته هاته نشوف ده ايه الاول. فهات لي هنا الاول الفولدر بتاع الانفوجرافيك غلاف الدوره، واقول له سيف هنا الاوت لاين، تعال تشوف شكل الاوت لاين هيكون عامل ازاي. فبيقول لك هنا اكسبورت كومبليت، قلت له اوكي. فانا عندي هنا فولدر لدورة الانفوجرافيك، فآخر حاجة جيت معانا اللي هو كليك يمين، هو هيجي بي دي اف يعني باي ديت اهو، فهيجيبه لي بي دي اف هنا. فلما تيجي تشوف تلاقي بي دي اف غريب، يعني مش هستفيد منه بحاجة وانا لسه هعمل كوبي بيست. مش ده هدفي من بالاكسبورت، بس انا كده فهمت حاجة انه بي اكسبورت الاوت لاين. لو قلت له فايل شير اوت لاين هيطلع لي بي دي اف، وليس هذا المطلوب. طيب جميل جدا جميل جدا جدا جدا، فهمت امر من الاوامر. في فوقه اكسبورت مايند ماب، واختار منها بقى من تحت هنا بي دي اف. لا يا اخويا ما انا جربتك، هو انت كل شويه تجي لي تكست تكست، واقوم قايل له سيف، وافتح الفولدر واقول له اهلا بيك. الاقي فيه تك فايل تكست كده، الاقي بالتقسيمه كامله متكامله، وتيجي كلها من على اليمين، واكبرها كمان، والتبات واضحه وصريحه، لان انا ممكن اعمل عامله كبيره جدا، ان انا اخد من التكست ده امبورت في خريطه جديده، وممكن اخد ده كله كنترول ايه كنترول سي. شوف بقى الابداع بقى، وتروح على الباوربوينت. والله ما عارف انا عندي باوربوينت ولا لا. عندي باوربوينت وتفتح الباوربوينت مع انك انت شغال في السيمبل مايند يعني، ما علينا. وتقول له انا عايز سلايد كده حلوه ليا يعني، ما فيش فيها حاجه تانية. اقول له انسيرت، خد بالك قوي، لا خد بالك، لا واللي بيعمل حاجه يسيبها، واللي بيكلم جاره يقول له لا استنى اركز في الحته دي تهمني، كله يركز كله يركز. اقول له انا عايز اطلع سمارت مثلا ارت، واخد لي مثلا مش لسته، اخد لي هيراركي، واخد الهيراركي ده هو يبقى شكله مش ولا بد، بس اوكي العمليه شغاله. اخدت الهيراركي ده، واقوم قايل كنترول ايه كنترول في. جاي لك منين الكلام ده؟ هو جاي لي من الابلكيشن بتاعي يعني، انا عملت خريطه من الهوا، هو جاي لك جاي لي من التكست، ملف التكست يا راجل. يعني هي بالسهوله دي؟ اه بالسهوله دي. ده بقى اللي ملوش لازمه، ده نبقى نلغيه تمام. انما هو كله الشكل بتاعي تمام موجود عندنا اهو، واخلي كمان اللي فوق كده وكده اخليه رايت تو ليفت، بقى كله من على اليمين. مقدمة، مكونات الكمبيوتر، نظم التشغيل، التطبيقات بقى عندي شريحة باوربوينت مظبوطة. جاية منين؟ جاية من السيمبل مايند ده، اللي هم الليسته دي كلها اللي انا عملت لها اكسبورت في الاساس. بدأت معايا بشير، وطلعت اكسبورت مايند ماب، وقلت له من القائمة تكست، فطلعت ملف تكست، اخدته كوبي حطيته في الوورد في الكتاب، اخدته كوبي حطيته في الهيراركي في الباوربوينت. ما عجبتك طبعا انت مش هتطلع صوره لحد، فلما تيجي مثلا في التعلم الالكتروني يقول لك هات لي الهيراركي بتاعك وانت مصممها، فممكن تاخدها تكست ثم تديها للمصمم، او تاخدها تكست وتحطها في الباوربوينت زي ما انا عملتها كده، واداك الخريطه جاهزه وتلونها كمان. يعني انا عندي بقى الالوان، مش عارف بقى كل مستوى بلون، عندي ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. خد بالك بقى الشكل جاي عامل ازاي، الامور ماشيه معانا ازاي. فده مهم ده مهم. طب جوه برضو البرنامج
لأن الوقت بيمر وإحنا بنحتاج وقت، دايما بنحتاج وقت أكتر. الزر ده هو زر الشير اللي بره ده، ممكن أفتح قائمة فايل أختار شير براحتي يعني. فالمرة دي أدوس على الزر أقدر إن أنا أشير اكسبورت المايند ماب، وبدل ما أطلع التكست اللي استفدت منه في الباوربوينت أطلع بي إن جي صورة، لأن الصورة دي هتفيدني إن أنا أخد التصميم بتاعي أحطه فين، أحطه دي الصورة دي، إن أنا أخد أرفع الصورة دي جوه البلاك بورد هنا جنب أختها، إن أنا أجي أحط صورة في الدرس ده وأرفع صورة المايند ماب بتاعتي استعراض من الملفات المحلية، وهات الصورة اللي موجودة في دورة الانفوجرافيك اللي أنا لسه عاملها اللي هي دي صوت، اللي أنا قلت له صوت، صوت، لا أنا آسف إلغاء الأمر، أنا عايز صورة إنشاء محتوى صوت، لا صورة. بستعرض هنا، أنا بستعرض من الملفات وآخد الصورة بتاعتي دي واقول له ارسال على طول يعني، فهيجيب لك الصوره في الاخر هنا. هو كل دي الشغل بتاعنا اهي، ادي الطالب يجي يعمل كليك يمين عليها يفتحها بالشكل اللي انت شايفه ده ويكبر ويكبر اهو، مقروءه مقروءه كويسه كويسه، والاحلى منها واحلى انه يصدر بي دي اف ده فيكتور جراف. فهل ممكن يصدر بي دي اف فيكتور جراف؟ مش البي دي اف اللي اوت، لا بي دي اف بيست فور برينتنج من المايند ماب بتاعتنا دي. فانا اقول له سيف، قال لي في لسته، لا لا دي غير الليسته. فاجي هنا ممكن ان انا اشوف شكل البي دي اف ده واوزعه للطلاب وارفع الفايل ده. شوف بقى الجمال بقى في البي دي اف، شوف الزوم يا راجل، كلمه التطبيقات شوف عامله ازاي، فيكتور جراب بقى يجيب لك اكبر حاجه ليها، شوف كلمة العروض، شوف الـ شوف البي دي اف، شوف الجودة بتاعت البي دي اف. فده تصميم عندك برضو موجود. طيب خلاص احنا اخدنا الاكسبورت وده اهم حاجة، اخدنا ازاي ننشئ، ازاي نغير لي اوت الاكسبورت، دول اهم 3 حاجات. انت بقى تمشي في البرنامج براحتك، لان انا قدامي يعني اقل من يعني اقل من ربع ساعه بقفل معاك الحته دي. فانا برجع للي او التاني اللي هي موجوده عندك بره اهي فوق اهي، بضغط على اللي اوت واختار ممكن الشكل الدائري ده، هو يعني شكله مش هيبقى حلو قوي ولكن هو خريطه ذهنيه عصبيه رائعه يعني. ممكن انت تشرح منها، ممكن تقفل خرائط وتفتح خرائط، العمليه جميله يعني. ده شكل تصميمي مختلف يتحط على البلاك بورد، يتحط في الباور بوينت، يكبر يصغر، بيبقى فيه امور من دي يعني. ممكن تاخد كل فرع لحاله يعني على حسب الداتا اللي عندك. في اللي اوت برضو في عندي الماتريكس، ودي جديده جدا ما كانتش موجوده في الاصدارات القديمه، عملها لي ماتريكس بالشكل ده، ودي جميله الماتريكس بصراحه، وخاصه لو انا قدرت في الماتريكس ديت ان انا اقول له اللي اوت من اليمين رايت تو ليفت، لاني شغال عربي، ففعلا كانك عامل جدول للسيلبس بتاع المقرر. دي جميله جدا، جميله جدا لو خرجتها كصوره. انما انا عندي هنا في كلر، الكلر بتاع الباك جراوند اللي هو ده الباك جراوند كلر، انا ممكن اخليه ابيض لأسباب عدة، إن أنا يبقى أشيل اللون، ممكن أختار اللون بتاع البلاك بورد يعني. المهم أنا كده خليته أبيض، أقدر أستخدمه في الوورد، أقدر أستخدمه في أي مكان. فبقى عندي أنا هنا ده الماتريكس، المقدمة ثم مكونات الكمبيوتر بالليفل 2 بالليفل 3 بغيره، ثم نظم التشغيل التجارية مايكروسوفت وإصداراتها، والمفتوحة المصدر ما اتكلمتش عنها، انت كده عارف النواقص عندك فين، التطبيقات، تطبيقات السحابية، لغات البرمجة، الشبكات، امن البيانات، الذكاء الاصطناعي. انا عندي تقسيمة جميلة جدا، ده شكل الماتريكس ماشي.
تصدر الماتريكس، صدر الماتريكس، تطلعها صورة، تطلعها صورة، مفيش مشكلة، اكسبورت. اكسبورت الصورة دي ونخليها هنا مثلا 2، اوبن الصورة، شوف شكلها الجديدة، طولية تنفع قوي البلاك بورد دي، بس طبعا دي صورة فهتلاقيها بكسلت، اما ده لو بي دي اف هتلاقيه حافظ نفسه يعني، بس هي كصورة اوكي.